تحية الفخر والعزة والكرامة مشاهدينا الكرام أينما كنتم داخل وخارج الوطن، أحييكم في حلقة جديدة من البرنامج اليومي مع الجمهور ومستمرون معكم من السبت إلى الأربعاء. سنناقش اليوم أهم آخر مستجدات الساحة اليمنية ومنها استئناف الجبهات في كل من صرواح ونهم والجوف والصعدة ودعوات شعبية لإنهاء اتفاق ستوكهولم واستئناف أيضا معركة الحديدة. سنستقبل اتصالاتكم كالعادة عبر الأرقام التي تشاهدونها على الشاشة وعبر الواتساب للرسائل النصية والصوتية وأيضا الفيديوهات وعبر الإيميل أيضا الاتصالات المباشرة، لكن بعد هذا الفاصل. إذن مشاهدينا الكرام، هنالك إجماع شعبي غير مسبوق وارتياح شعبي أيضا لاستئناف الجبهات بعد أن وصل أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج إلى قناعة تامة أنه لا مجال مع هذه الميليشيات سوى الحسم العسكري بعد أن أوغلت في فسادها ونهبها وجبروتها وإجرامها. ونقول لأولئك المرجفين أيضا أنه انتصار أي جبهة عسكرية ضد ميليشيات الحوثي ليس انتصار لحزب بعينه أو لسين أو صاد من الناس، وانتصار للشعب اليمني، انتصار للثوابت الوطنية، انتصار للجمهورية، استعادة مؤسسات الدولة. ومعي أول متصلين، مرحبا. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، من معي أخي؟ أبو خالد من عمران. تفضل يا أبو خالد، مرحبا. يا أخي، ندعو لرص الصفوف ونبذ الأحقاد والخلافات وتوحيد الجبهة ضد العصابة الكهنوتية المعرفة. لا، يجب يعني أن تتحرك جميع الجبهات، نعم، تعز الحديدة نعم صعدة الضالع بدون استثناء، نعم. هذه ميليشيات لا تؤمن إلا بالقوة، نعم. طيب كيف هناك قوة لم تتحرر الأرض من هذه العصابة؟ قتلهم في صنعاء هذه الأيام في المستشفيات مليانة بسكتهم وجرحاهم. نعم. طيب أبو خالد، كيف ارتياح الناس؟ كيف التفاعل الشعبي مع استئناف الجبهات؟ غضب شعبي، غضب شعبي واستياء من هذه العصابة. والله والله لا يوجد من هو راضي على هذه العصابة ونهجها. أخافت الناس، أخافت حتى المصلين في المساجد، في الأسواق تنهب أموال الناس، اعتدي على كرامتهم. أشكرك يا أبو خالد، تحية لك. ومتصل جديد، ألو. ألو، مرحبا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك أبو غالب. تفضل يا أبو غالب. كيف حالك أخي فارس؟ طيب. حياك أخي، تفضل. أقول لك نجومنا العميد طارق صالح إن يتقدم في الساحل الغربي في محافظة حديدة. نعم. نعمل، لكن على الحكومه يا ابو غالب، على الحكومه اولا انها تلغي اتفاق ستوكهولم. هم مقيدين باتفاق ستوكهولم من قبل الحكومه مع الاسف والامم المتحده. الحكومه السريه اخي، الحكومه السريه فاشله. ما عندها الا لو كان مضت سنه كامله مضت على ستوكهولم. اشكرك يا ابو غالب، تحيه لك، وصلت الرساله. متصل جديد، الو. الو، مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالكم؟ حياك اخي، عرفنا عليك. فصل يا شباب غيره. الو. اذا كما قلت لكم هنالك استئناف لمختلف الجبهات. الو، مرحبا. مع ابو عفاش. تفضل يا ابو عفاش. تكلم على الهواء انت. انت على الهواء، تفضل. اقول لك تفضل. فصل يا شباب ولا موجود؟ عيد الاتصال يا ابو عفاش. ومتصل جديد، الو. الو، مرحبا. ايوه، تفضل اخي. من ابو مهند؟ من معك؟ ابو مهند. تفضل يا ابو مهند. يا اخي انا اتمنى يا اخي كل الجبهات تشتغل، كل الجبهات، اما تشتغل واحده جبهه وبقيه الجبهات. صحيح. تقتني اصلاح لاجل انهار ميليشيات حق تنهار لاشتغلن كل الجبهات. نعم. ميليشيات حق تنهار مباشره. واتمنى انه يوحدوا صفوفهم كل الاحزاب يشتغلوا على هذه الميليشيات يا اخي. نعم، ان شاء الله، ان شاء الله يا ابو مهند. الناس إنسان يا أخي، منه الناس إنسان. لقى الواحد يوم شادرون أمواله، يكون في الصاق، يكون في الطريق، يكون في الواحد دخل في ياشل لنها يا أخي. ضعفة جدا. نعم. أنا طالب والله العظيم أنه جدا يأتي منهم يلحقنا حتى الكهوف حقه في جبال مرام.
قريب ان شاء الله يا ابو مهند. تحيه لك، اشكرك يا ابو مهند، ونضم صوتنا الى صوتك انه على كل الجبهات ان تتحرك في ان واحد، وعلى الحكومه ان يكون لها موقف مشرف من اتفاق ستوكهولم، وهنالك دعوات شعبيه لانهاء هذا الاتفاق واستئناف معركه الحديده. متصل جديد. الو الو، مرحبا. الو، ايوه تفضل اخي. من؟ الحمد. وعليك السلام ورحمه الله، انت على الهواء. الحمد لله. من معي يا اخي؟ معك يا اياس. الياس ابو من؟ احلو يا اخي. يا اخي ما في الصوت، يا اخي ما في الصوت، عيد الاتصال الله يخليك، الصوت بيتقطع. الو مرحبا، من؟ طلعوا رقم يا شباب، رقم الايمو. الو مرحبا، والعنوان. الو تفضل اخي، من؟ الو صباح الخير. مساء النور. اخبار هيا اخي، من؟ الو من معي؟ الو ايوه من تعال الهواء، من؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. غير يا شباب، اسمعوني من التليفون الله يخليكم دائما، ما نقول يا جماعة لأنه بضيعوا علينا الوقت، بيظل الصوت في صدى عندما يكون تسمع من التلفزيون. ومتصل جديد. ألو ألو أيوة أخي، من معك؟ فواز سلام من المملكة العربية السعودية. أهلا يا عم فواز، تفضل أخي. الله يحفظك. أولا نهنى أبناء وبنات الأمة اليمنية بسقوط عدد كبير من عناصر الاستيطان السلالي الخبيث في معركة الجمهورية بدائرات جبهتين والجو. نعم. ثانيا اتفاق ستوكهولم ولد ميتا اصلا، لانه لم يعتمد على النقاط الاساسيه كان يجب عليه ان يعتمد عليها. نعم. مثلا تطبيقه على المعارك والجبهات كلها، ما بدلا من ان يكون في جبهه واحده كما هو الحال. صحيح. ثم مزقت اشلاءه عندما انقلب التهانوتيين عليه، واخترق السلاليون الهدنه مره تلو الاخرى في جبهه الساحل الغربي. نعم. يا عم فواز، كان الاتفاق مزمن ب 21 يوم، اليوم اكثر من 400 يوم. اي والله هو هذا السبب اصلا، هو اللي اقرب كل شيء. طيب ماذا تبقى للحكومه ما تعلن يعني رسميا؟ لماذا الحكومه لا تعلن رسميا يعني انهاء هذا الاتفاق الغاشم او هذه المؤامره وهذه الكارثه؟ لان احنا نناشد الرئاسه اليابانيه بان تعلن هذا رسميا بالغاء. نعم. هذا الاتفاق وهذه الكارثه الذي حلت على روسنا. اشكرك اشكرك يا عم فواز، وصلت الرساله، تحيه لك وتحيه لكل المغتربين. متصل جديد. الو الو ايوه مرحبا. الو ايوه الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، من اخي؟ من؟ الاستاذ ابو عفاش. ابو عفاش اتفضل يا ابو عفاش، فوق العين والراس، تفضل اتفضل انت على الهواء. ابو عفاش انت على الهواء، تفضل يا اخي. واصل انت على الهواء. غير يا شباب ما في صوت، عيد الاتصال يا ابو عفاش. السلام عليكم. السلام ورحمه الله، تفضل يا ابو صقر. مساكم الله بالخير. مساك بالنور الناعم، تفضل اخي. انطباعات الجمهور حول استئناف الجبهات العسكريه في كل من الجوف وصعده وصرواح ونهم، وان شاء الله قريبا الحديده والبيضاء وكل الجبهات باذن الله. نامل من الجميع المواطنين الالتفاف نحو جبهه نهم، وان تكون جبهه ان شاء الله مستمره، لا يخذلوها مثل ما خذلوا حجور في السابق ان شاء الله. لما نشاهده ونلاحظه في صنعاء من ميليشيات الحوثي على الجزر الذي تاتي من نهم بكميات كبيره حقيقه، حتى اغلق المستشفى السعودي الالماني. والله مؤسف، والله مؤسف يا ابو صقر. اطفال من سن 17 18 سنه و20 سنه، يعني هؤلاء ايضا في الاخير يمنيين مغرر عليهم. نناشد الاباء والامهات، اتقوا الله في اولادكم هؤلاء. يا اخي يجوا الى المستشفى السعودي الالماني ويشاهدوا الوضع الكارثي الذي هو الان حاصل. المستشفى الان معبى بالجثث، حتى ان ثلاجه المستشفى غير قادره على ان تستوعب اكثر من طاقتها، فالان مضطرين يحولون الى المستشفى الجمهوري وهو غير من المستشفيات اللي داخل العاصمه. وحقيقة شيء مرعب جدا لو ما تشاهد الجثث اللي توصل. حسبنا الله ونعم الوكيل، حقيقة الله ينتقم من الحوثي ان شاء الله. فنعمل هذه هي فرصة اليمنيين
العثمانيين عليهم الالتفاف وينسوا اتفاقية السويد يرموها أرض الحائط، فإن هذه معركة مصيرية لكل اليمنيين، مش مولة على حزب سياسي. صحيح صحيح. نبعد العنصرية والطائفية حتى نحرر آخر. أشكرك يا أبو صق، أشكرك، تحية لك. ومتصل جديد. ألو ألو، مرحبا. ألو ألو، تفضل. السلام عليكم. اسمعني من التليفون. وعليك السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليك السلام مرة ثانية. كيف حالك أخي فارس؟ حياك أخي، تفضل، عرفنا عليك. معك الدلاز. والله مش سامع الاسم، لكن تفضل واصل. أحمد الدلاز، معك أحمد الدلاز. حياك يا عم أحمد، تفضل تفضل، عبر عن رأيك أنت على الهواء. عايش الموضوع اليوم استئناف الجبهات العسكرية في صعدة، في الجوف، في نهم، في صرواح. آه نعم، موضوع مهم هذا. واصل. الله يبارك للأخوة المجاهدين والمرابطين في فينا. نعم، إن شاء الله من نصر أمس إن شاء الله. إن شاء الله. والعاصمة ستسكت قريبا بإذن الله. إن شاء الله. وطالب العميد طارق، طالب العميد طارق باستئناف جبهته الآن في الوقت الحالي. والله وجاهز، فقط منتظر الحكومة تنهي اتفاق ستوكهولم، ولا الأبطال جاهزين يا أستاذ أحمد. يا عم أحمد، الناس جاهزين على نار، على نار، تعرف، على نار، منتظرين الساعة الصفر، إنما مقيدين من قبل الحكومة والأمم المتحدة. فلو اتخذت الحكومة قرار مشرف بإنهاء اتفاق ستوكهولم واستئناف بقية الجبهات، انتصر الوطن وانتصر الشعب. أشكرك يا أستاذ أحمد، تحية لك ولكل الصامدين والمثابرين والمرابطين في مختلف الجبهات. ومتصل جديد. ألو ألو، مرحبا. ألو. طبعا هنالك يعني شاهدنا القبائل من قبائل قيفة ومراد وعبيدة، التي يعني هذه القبائل اليمنية الأصيلة، أن كلها الود والاحترام، وقفت أيضا إلى جانب الجيش. ألو، مرحبا. تفضل أخي، من معي؟ فصل يا شباب غيره. السلام ورحمة الله وبركاته، من معي أخي؟ أبو صقر. من؟ أبو صقر. أبو صقر، تفضل يا ابو صقر. حياك اخي، تحيا لك، تحيا لكل ابناء الشعب اليمني. نعم اخي الفاضل، وجهه نظري. تفضل. سمعت وزير الخارجيه السعودي يتحدث بس السعوديه ان الحل سوف يتم فيه، ويجب نحن ناخذه على مخطط، اما الفوز او الهزيمه بين الجيش اليمني، المنصر هو مهزوم. كل الاخوه صاروا يمنيين، ولا يشرفنا اننا نرى دم اليمنيين مثال على الساحه اليمنيه. والله نتمنى يا ابو صقر، لكن الحوثي بيزق باولاد الناس، باولاد القبائل، اطفال، اطفال في ريعان الشباب، يزق بهم في معارك خاسره لاجل ان يحكم، لاجل ان يصبح ذيل من اذيال طهران. يعني هو عارف انه منتهي، وان مشروعه منتهي، وانه لا يمكن ان يظل على رؤوس الشعب اليمني، ولا يمكن ان يركع له ابناء الشعب، ومع ذلك يصر ويزق باولاد الناس وبالاطفال والمغرر بهم في هذه المعارك. أعلنت وقف الحرب، فيجب نحن نحترم، ونحن نعرف السعودية إلى قالت وقف الحرب فإحنا واثقينها باقي في الحرب. الحوثي مش حيوقفها يا أبو صقر، الحوثي بإذن الله. فعل خير، فعل خير، فعل خير إن شاء الله. والله نتمنى حقنا الدم اليمني. أشكرك يا أبو صقر. ومتصل جديد. ألو ألو، مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ تفضل اخي، من معك؟ وسيم الوصال من السعوديه. انا لاحظ انكم تقطعوا على المتصلين، ولذلك اذا يا عزيزي يا عزيزي، طيب اسمعنا، انا معي مئات المتصلين. ومعي يعني اذا قدر الواحد وصل فكرته، معي كثير متصلين. انا بدي اعلق على الموضوع نفسه، انا بدي اعلق على. طيب عرفنا عليك اخي، عرفنا عليك. طيب وسيم الوصابي من الرياض، تفضل يا وسيم. الله يحييك. الحديث طبعا عن اتفاق ستوكهولم وعن الجبهات الدائره الان. طيب تفضل. اتفاق ستوكهولم يعني مولود ميت، اولا ما شمل كل الجبهات، هو شمل جبهه واحده، وهذا يدل على انه اساسا اتفاق كيدي بطرف معين. صحيح. هذا اولا. ثانيا، الجبهات الان لماذا لم تحرك جبهات سعيد؟ لماذا لم تتحرك جبهات صاعده
اللي فيها عشرات صعدة تحركت يا وسيم، صعدة تحركت ومعنا مقاطع فيديو أبغى نطلع فيها، صعدة والقوف وصرواح ونهم. اليوم نأمل أن تتحرك جبهة الحديدة مثل ما ذكرت جبهة تعز. نأمل أيضا أستاذ العزيز، نأمل أيضا أن تسكت، أن تلجم الأقلام المأجورة اللي جالسة تشكك في الانتظارات. نعم. وتعطي معنويات للعدو، تعطي معنويات لبني هاشم يتحركوا في كل الجبهات على ضوء هذه نعم. على ضوء هذه الإشاعة ومعنويات بسبب الأقلام اللي للأسف المفروض أنها تكون في صف الجمهورية. نعم. أشكرك يا أخ وسيم، وصلت رسالتك وتحية لكل المغتربين. ومتصل جديد. ألو ألو، مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا نترحم على روح الزعيم علي عبد الله صالح رحمة الله عليك. العام أرخور الزوكا. عرفنا عليك. طيب أبو من معك؟ يا أخي محمد دازير. تفضل يا عم محمد، مرحبا فيك. وندعو الرئيس هذه إلى إلغاء اتفاق استوكهولم. كما ندعو إلى رفض الصفوف ضد الميليشيا الحوثية الإيرانية. نعم. وندعو إلى نبذ الفرقة بين أبناء الشعب اليمني، كما ندعو أخواننا في الجيش الوطني إلى تحريك الجبهات كامل سواء في صرواح أو في البيضة أو جميع الجبهات. نعم. وكما نوجه الشكر لك أخي فارس هذه القناة. الله يحييك. يعني تقوم بعمل جبار. أحييك يا عم محمد. تسلم على رأسي، الله يخليك وأشكر لك. متصل جديد. ألو. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. معك أبو طلحة. أهلا يا أبو طلحة، فوق العين والرأس، تفضل. أول أنا أشكر جميع قناة اليمن اليوم، وأدعو جميع القنوات المناهضة للشرعية إذا يهتدوا زي قناة اليمن اليوم بالبرامج بكل شيء. وندعو صغير ابن عزيز مثل يوم طلع لانه ان يتواصل مع طارق ويفتحوا جبهه الحديده. وندعو الحكومه ان ترفع عليهم هذا اتفاق سويد، هذا اتفاق ميت. صحيح. يفتحوا جبهه تعزف، يفتحوا جبهه ميد، يفتحوا كل الجبهات، جبهه الضالع، يفتحوا بكل بعض. ما عادش معهم خيار يا ابو طلحه غير هذا الكلام. الشعب اليمني كامل لا مع الحزب هذا ولا مع الحزب هذا، احنا مع وطن. صحيح. والشباب جاهزين كل واحد بسلاحه، وانا عندي نقطه الذي مغرر به من اصحابي من اخوتي يتصل لهم عند العوتي، مثل يوم اقنعنا اصحابنا روحناهم البيوت، فليدعوا اصحابهم يروحوهم. نعم. البيوت ولا تمثيلهم زي اي اطفال، لانه يجيب الاطفال من المدارس، احنا ابنائنا يدرسوه يجيب الزوم من المدارس، هذا عيب على ابناء اليمن كامل. العوثي هذا ميليشيا ارهابي، الموت الامريكي، الموت الاسرائيلي، هل قتل امريكي؟ هل قتل اسرائيلي؟ لا، هذا الحوثي الموت لابناء الشعب اليمني، الدمار للشعب اليمني، الجوع للشعب اليمني، الفلوس الان في جبل منا مران يتعدوا التجمع اليمني للاصلاح والناصري والمؤتمر، احنا ندعو نفعل هذا اتفاق السويد هذا اليوم. نعم. وكبه احنا نروح صعد نعين اموالنا وين وذهبنا وكل شيء، هذا لصوص، هذا سرق، ما خلوا بيت ما سرقوا، ما خلوا شيء ما نهبوا، عيب احنا نروح نرجع مظلوميه الشعب اليمني لكل واحد. اشكرك يا ابو طلحه. هذا مجرمين. وشكرا. شكرا لك يا ابو طلحه، تحيه لك. ومتصل جديد. الو الو الو، مرحبا، تفضل اخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معك ابو غسان. ابو غسان. تفضل يا ابو غسان، مرحبا، انت على الهواء. والله الشكر خاص لله قناتكم وكافه العاملين، كذلك شكر للعميد طارق ورفاقه وكذلك قادة الجيش الوطني، ندعوهم الجميع إلى رصد الصفوف والتحرك جميعا ضد هذه العصابة. لا تؤمن إلا بالقوة، هذه عصابة لا تؤمن إلا بالقوة، ولن يستطيعوا أن يتحاوروا معها أو يكون هناك حل. صحيح. غير الحل العسكري. كيف انطباعة الناس يا أبو غسان مع تحرك الجبهات؟ والله الناس منطبعين ومؤمنين خير للخلاص من هذه العصابة التي جسمت على صدورهم. والله لا يوجد رضا من الشعب ولا من أحد من الشعب على هذه العصابة غير السلاليين. أشكرك. من فئته. أشكرك يا أبو غسان، تحية لك. وكما قلت دائما يا جماعة، الانتصار الجبهة أي جبهة ضد هذه الميليشيا الإرهابية العنصرية هو انتصار للشعب اليمني، هو انتصار للثوابت الوطنية، هو انتصار للأم للأخت التي يعني ذهبت ميليشيات الحوثي بأفرادها وعادت في صناديق، هو انتصار لكل الأرامل، انتصار للأيتام، انتصار للآباء، انتصار للأمهات، انتصار للمعاناة التي يعانيها أبناء الشعب اليمني.
انهاء للجوع، انهاء للفقر، انهاء لهذا المشروع السلالي الخبيث الذي دمر بلادنا ودمر وقضى على كل شيء جميل في البلد. ومتصل جديد، الو. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام وانت في عزه وخير دائما وابدا في ظل ها القيام بواجب الجمهوريه اليمنيه. احييك اخي، عرفنا عليك. معك عبد الفتاح الهنومي. اتفضل يا عبد الفتاح، مرحبا. حياك الله. نحن بصراحه تباشير الخير من الجبهه تتحرك الان. نعم. التي تتحرك الان ان شاء الله في كل مكان ضد هذا الكهنوت، سواء كان في الجوف او كان في نهم او كان في الضالع او كان في البيضاء. نعم. وكما سمعت ان المتحدث باسم الحكومه اليمنيه قد قال اليوم انه يعتبر اتفاق السويد في ستوكهولم هذا يعتبر ملغي، بما ان الحوثي يقوم بضرب القوات المشتركه. فنرجو الان من العميد طارق، لم يصدر بيان رسمي حتى الان يا عبد الفتاح، اصحح لك، يعني كلها اقوال، كلها فيسبوك ووسائل اعلام، لم يصدر حتى الان بيان رسمي شجاع من الحكومه عن الغاء اتفاق ستوكهولم. وتشوف حمران العيون، حرام بالله، ساعات فقط هم داخل الحديده وانهم على اهبه الاستعداد. فقط ننتظر قرار شجاع مثل ما حركت الحكومة الجبهات في الجوف وفي صعدة وفي نهم. ننتظر منها الآن قرار شجاع لأجل أن يعني تستقبل فرحة كل اليمنيين. قرار شجاع وبيان يصدر عن إنهاء اتفاق ستوكهولم وتسوءنا في الجبهات الحديدة. يعني هل أنا سمعت اليوم أنه أصدر الحكومة هذا البيان؟ هذا يعني وزير الخارجية، وزير الخارجية تحدث أنهم عادهم يدرسوا، أنهم عادهم بيدرسوا القرار. يعني لحد الآن لم يصدر قرار، ومنتظرين إن شاء الله يكونوا شجاع، لديهم قرار شجاع واتخذوا هذا الموقف الوطني لأجل المصلحة الوطنية. انتصار العميد طارق وانتصار الوطن، انتصار جبهة نهم يا جماعة وانتصار الوطن، انتصار صعدة، انتصار كل الجبهات وانتصار للشعب اليمني. إذن لو سمحت لي بس تفضل. من هذا المنبر الحر التي تديره نعم واصل. يبدو فقدنا الاتصال. اشكرك يا عبد الفتاح، تحيه لك ووصلت رسالتك. دائما يا جماعه نقول انه حتى مثل هذه تحتاج الى قرار شجاع، مش مساله تغريده او مساله وسائل التواصل الاجتماعي. نشاشد الحكومه باسم كل ابناء اليمن ان اتخذوا قرارا شجاعا بالغاء اتفاق ستوكهولم واستئناف جبهه الحديده. الو مرحبا. الو مساء الخير يا استاذ طارق. مساء النور والعافيه، تفضل اخي. من حياك الله؟ ابو عفاش الحاج. تفضل يا ابو عفاش، فوق العين والراس. مساء الخير والسرور. مساء النور، هلا وسهلا، تفضل. اقوم الاخر رئيس الجمهوريه اطرق منظر هادي ان يرجع جميع علي عبد الله صالح عندما دعا الشعب اليمني يجوز وقتها الى صناديق الاقتراع تنوب اصواتهم لعبد الله منظر هادي. الان يطالب مجلس الامن مطالب دور التحالف بنفع العقوبات والإقامة الجبرية تستفيد أحمد علي عبد الله صالح. نعم. وفك أسد عباس طارق صالح ومحمد ومندوب الأمم المتحدة خليف هذا، يعني ممنوع الدخول إلى اليمن إنه حبيل الحوثي مخالف. تسلم يا أبو عفاش، تحية لك، وصلت الرسالة. ومتصل جديد، ألو. الو مرحبا. كيف الحال؟ حيا ومرحب، من اخي؟ معك ابو نوره، كيف الحال؟ هلا وسهلا، تفضل يا ابو نوره، فوق العين والراس. حياك، اتمنى يا اخي ما تلحق نهم، يا طول عمر تلحق حجور. ان شاء الله ان شاء الله ما يحصل هذا الكلام. طالما والابطال نحييهم ونحيي ونقبل رؤوسهم ويقدموا تضحيات غير مسبوقه، اهم حاجه التحالف يشد حزامه والحكومه، ولا ما الابطال موجودين في الجبهات. طارق يشد حزامه لهم ويرسل لهم دعم باي وسيله. جاهزين كل شيء يا ابو نوره على الحكومه ان تتخذ قرار شجاع بانهاء اتفاق ستوكهولم، تحرر الحديده وبتتحرر كل اليمن. يا اخي هذه عجله تحت الكواليس، ما حد يدري، ما تحت رؤوسهم ناس نايمه، تعرف النايمه ولا يهمها لا من يموت ولا من يحيا، لا جوعان لا شبعان. خلونا نتفائل يا ابو نوره، ان شاء الله الامور الى خير، وانه هذا العام عمل حسم العسكري، الناس وصلت الى قناعه انه لابد من انهاء هذا التمرد. ما
القناعة ما عاد يحتاج القناعة في كل الشعب يا أخي، بس الشعب معينهم ندعمهم عشان يرفض ظهورهم إن شاء الله. بداية الخير بدأت، تحركت جبهات نهم وصرواح وصعدة والجوف، وإن شاء الله الحديدة في قادم الأيام بإذن الله. نتمنى انهم كذا يتواجهوا، وحتى لو هم متفاوته يا اخي يتحدوا ما بشي يتفاوت، طالما والجبهات موحده والاعلام موحد باقي شويه السياسيين هؤلاء بيتحدوا، والا الرهان على الابطال في الميدان مش على السياسيين الذي بيلفوا في الدول والعواصم، الرهان على الابطال في الميدان. هذا ما اتمناه والله. اشكرك يا ابو نوره، تحيه لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من معي يا اخي؟ وفاز اخبار من حيا حيا ومرحبا. اخبارنا معنويات عنق السحاب، تفضل. كيف المعنويات؟ منتش مصدق انه في رزع الرزع؟ ها؟ منتش مصدق ايش الذي حاصل في الجبهات ولا كيف؟ وضح صوتك مش سامعك. الو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ حياك اخي، عرفنا عليك. صباح الخير محمد الغرابي البيضاء. تفضل يا عم محمد، تحيه لك ولا من البيضاء. السلام عليكم. وعليك السلام، تفضل انت على الهواء يا عم محمد. كيفك يا استاذ فارس؟ حيا ومرحب فوق العين والراس، تفضل. صباح الخير الغرابي معك. ونعم، تفضل انت على الهواء. كيف انتم طيبين؟ نحمد الله على كل حال، تفضل. يعني عبد الله معك. تفضل يا عبد الله، عفوا، صلحوا الاسم يا شباب، عبد الله الغرابي. حياك وسلم. انا معي كلمه عين وحول موضوع اليمن عين. اتفضل. انا اقول امين يا فارس. بس تقول امين. واصل. هلو. واصل واصل سامعك. لا اخي فارس مو معي. الا معك، انا معك، انت على هوايا يا عبد الله. اسمعني من التليفون. اسمعني من التليفون. خلاص يلا لا اشترك في عينه. تفضل. اذا مات عبد ربه الليل عين، اذا مات عبد ربه، اذا جاء قبل عبد ربه طلعنا باله خروج باس القحين نحوت اليمن وعز اليمن وجاه اليمن وما جيش مصيع بمهرب وعينا وكل واحد يدق في الثاني هذه الضياع. الموضوع عينا في 5 سنوات الحمد لله طريق حتى 50 كيلو ولا 40 كيلو. التحالف حرج العرض عين حتى يتقدموا له في باس بزن. هو مجلس عسكري اذا عاد شي ناموس ولا ذا السلم نسوان يعني قاتلين. الله المستعان. الان الابطال بداوا في الجبهات، بدات الجبهات تتحرك يا عم عبد الله، وان شاء الله الامور الى خير، خلونا نتفائل. باقي الان الحكومات اتخذ قرار شجاع بانهاء اتفاق ستوكهولم وتحرك جبهه الحديده وانتهى الحوثي. يعني مساله بسيطه تحتاج قرار شجاع فقط. طيب ربنا يحفظكم، ربنا يحفظكم. تسلم على عيني، الله يخليك، سلم. شكرا لك يا عم عبد الله. ومتصل جديد. الو. الو الو مرحبا. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. الو. غير شباب ما في صوت. الو. ايوه مرحبا. سلام. الو. الو. ايوه تفضل اخي، من؟ كيف حالك يا بارد؟ حياك ابو من؟ معك ابو عنتر من القاهره. ونعم يا ابو عنتر، تفضل. كيف حالك يا اخي؟ نحمد الله على كل حال، تفضل. أنا هنئكم ونهنئ اليمن بكل الجبهات ونهنئ الأحرار والثوار في الثغرات وفي الجبال وفي السهول وفي الوديان ونرجو يعني اضطهاد الحوثي هذا الذي طردنا وشردنا وشرد عائلاتنا وشرد أموالنا وأخذوا أموالنا وحقوقنا وحقوق المساكين وشرد الشعب اليمني، ونحن شردين بالدنيا يا أخي. بعد فرق ان شاء الله ابو عنتر، لابد من خير. البدات بدات تتحرك الجبهات ان شاء الله، والرهان على الابطال في مختلف الجبهات. يا اخي لا تعتمدوا على الاتفاق هذا حق الحديد على سكوهول، لا تستاذ هذا لا يلعبوا بنا لعبه لا يخادعهم خادعه. والحل يا ابو عنتر؟ باذن الله سلامي لك وكل الابطال في اليمن، الله معك. تحيه لك يا ابو عنتر، شكرا لك. ومتصل جديد. الو. الو مرحبا. الو استاذ اشرف، باقي متصلين ولا نذهب الى الفيديوهات؟ الو مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك أخي بارد؟ حياك أخي، من معي؟ معك إبراهيم أبو نايف من الرياض. تفضل يا عم إبراهيم، فوق العنورة، تفضل أخي، أنت على الهواء. الله يحييك. يا أخي إحنا نطالب الحكومة أنهم يلغوا استاد السويد ويقدم العام الطارق أنه يحرر الشديد الساحل الغربي من شرب المخريطة الفوتية. نعم. من العار انه تفتح جبهات توقف جبهات، هذا من العار يعني، احنا دائما عند هذا المطلب، وان شاء الله الحكومه تتخذ قرار شجاع ان شاء الله يا عم ابراهيم. هذا مطلبنا، هذا مطلب كل يمني حر شريف. نعم. وبالنسبه لجبهه المهم ما نبغاها توقف ابدا. صحيح. لا اتفاق ولا هدنه ولا شيء. اشكرك. الشعب يموت، يموت جوع في صنعاء والسجون الحوثيه. صحيح. مليانه النساء و أطفال. أحييك يا عم إبراهيم، تحية لك ولكل المغتربين، وصلت رسالتك. متصل جديد، ألو. ألو مرحبا. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أنا فارس، كيف الحال؟ حياك أخي، من معك؟ الضالعي. أهلا يا ضالعي، تحية لك، تفضل. والله نحن نتمنى أن تستمر الجبهة حقنهم، ولازم تشجيع للأبطال اللي موجودين داخل الجبهة. نعم، في جبهة تحركت الآن، في تحرك الآن، بنعرض لكم فيديوهات يا ضالعي، في فيديوهات وصلتنا. فصلوا ولا موجود يا شباب؟ يا في فيديوهات وصلت من صعدة، بنعرضها الآن بعد قليل، وفي من القوف، في من نهم، في من صرواح، والأبطال بيض الله وجوههم ما قصروا. ومتصل جديد، ألو. ألو. ألو مرحبا. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. معك محمد من العارف. تفضل يا عم محمد، فوق العين والرأس. محمد المسيدي. تفضل يا عم محمد. الله يحييك. يا عزيزي، اتفاق ستوكهولم لا يمكن الناس يلغى. لأن قطر وخلي يحصل لا يمكن أن يلغوه أبدا، لأنه ما يريد شيء حل في اليمن. خلونا نتفاعل بخير يا عم محمد، لا نيأس. الحكومة بدأ عبد الله. نعم واصل. أقول لك عبد الله ما له أي قرار ولا شيء، علي محسن الذي يدير كل شيء ولا يريد أي انتصار في البلاد، هو قطر متفق للرجال. طيب يا علي وتركيا، كيف الجبهات الآن في مأرب يا أبو عم محمد؟ في أمل، في ممتازة جدا جدا، ممتازة جدا جدا، انتصارات ساحقة. تشوف الأسرى في مأرب مليانة دهم منهم، والله نعم بالابطال بالمئات. انا بشرت انتصارات ضخمه وقرروا هيلان والامور تمام، بس ايش يفتح لنا جبهه الحديده؟ صحيح. والجبهات الاخرى، علي محسن ما يرضى الالغاء اتفاق ستوكهولم ابدا، لا يمكن يوافق، وكل شيء دراسه انا متاكد هو قطر، تحاليل السعوديه وتحاليل اليمنيين. أحييك عم محمد، وجهه نظرك احترمها، لكن خلينا نثبت حسن النوايا للايام القادمه، وبنشوف ما فيش يعني انه الحكومه تتخذ قرار شجاع، انه حان الوقت لتحرك الجبهات، هنالك اجماع شعبي وهنالك ارتياح شعبي لما حدث، وان شاء الله ان تستمر هذه الوتيره. الشعب اليمني حر، هو يتصرف يعني بكيفه مع العالم، مننا نتصرف على الاعلان اللي متضررين، ما عرفش مبرر، نتصرف على اليمني على رجال، نتصرف على. اشكرك يا عم محمد، تحيه لك ولكل ابناء مارب الشرفاء. ومتصل جديد، الو. الو. الو مرحبا. مساء الخير. مساء النور والعافيه. مرحبا يا. تفضل اخي، من يا اخي؟ الاتصال والله مش سامعك صح. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله. اخي من؟ ابو فارس من السعوديه. تفضل يا ابو فارس. اليوم معركه نهم، معارك نهم وصعده والقوف كلها تحركت ان شاء الله، وصرواح ان شاء الله ما كلها تحرك، لازم تضغطون عليهم ضغط، ما ينفع كذا ان شاء الله. باقي املنا في الحكومه انها تتخذ قرار شجاع وتنهي اتفاق ستوكهولم ان شاء الله، انها تكون تاخذ طوابها تاخذ. كيف انطباعتكم انتم في الخارج يا ابو فارس؟ انطباع المغتربين يعني وهم يشاهدوا تحرك الجبهات. والله ان شاء الله فيها خير، ان شاء الله انها فيها خير ان شاء الله. شكرا لك. اسال الله ان ينقذ اليمن. امين يا رب، تحيه لك يا ابو فارس. متصل جديد، الو. الو مرحبا. الو.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ حياك، من أخي؟ معك أبو أبو من؟ أبو نمر. تفضل يا أبو نمر. يا أخي ما كنا يدخل صنعاء الحين حيدخل هؤلاء. واصل. ما في صوت يا شباب، عيد الاتصال يا أبو نمر. عيد الاتصال، ما في صوت. متصل جديد. ألو ألو ألو، مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كانت يمن اليوم. نعم يا أخي، أنت على الهواء. من؟ أخ فارس. أيوة أنت على الهواء، من معي؟ أبو من؟ أك أبو 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 طارق. تفضل يا أبو طارق، مرحبا. أنا أتمنى من الجبهات ويتكاتب بين ويعني إذا واصل. غيره شباب، غيره، ما في صوت. ألو مرحبا. أيوة عيد الاتصال يا أبو طارق. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. أبو عفاش. تفضل يا أبو عفاش، اتفضل أنت على الهواء. أنا الذي يا أستاذ فارس. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. واصل يا أخي، أنت على الهواء. غيره شباب، ما في صوت. ألو ألو، مرحبا. ألو السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة أخي، من؟ ألو. غيره شباب. يا جماعة اسمعوني من التليفون، الله يخليكم. الصوت مع التلفاز يعمل صدى، يحدث صدى ويضيع الوقت. ألو. أيوة مرحبا أخي، من؟ نصر في الطور الأخير. من أخي، من؟ عرفنا عليك. معك أبو ناصر. أبو؟ أبو ناصر. تفضل يا أبو ناصر، مرحبا. يا أخي احنا رافعين أسباب اليمن لا تقع عبد ربه والشرقية وهم ما ينفعوا يسرقوا ينفعون. ألو. أيوة معك، واصل. العيال إذا ما ينفعوا احنا منتظرين الجبهات تحركين وهم ركود داخل الرياض. الجبهات تحركت يا ابو ناصر، وخلونا نتفائل بخير ان شاء الله. الله يستر عليكم ويمن المسلمين. معك، واصل واصل يا ابو ناصر. ننصح عبد الله انه يقوم من النوم نايم، ما كان بيصحي. ان شاء الله بيصحي، ان شاء الله قد بدا يصحي ان شاء الله. خلونا نتفائل يا ابو ناصر، تحيه لك. هو متصل جديد. الو الو، مرحبا. اسمعني من التليفون اخي، اسمعني من التليفون، الله يخليك. الو. غيره شباب، ابو ناصر نكمل. الو. ايوه مرحبا. اصفارس. نعم اخي، تفضل. انا اتمنى ان الجبهات تتحد والجماعه كلهم ان شاء الله، ان شاء الله موحدين. سمعت. ان المملكه العربيه السعوديه نعم تمام. نعم عرفنا عليك. طيب أكا أبو طارق من عنس. أهلا يا أبو طارق، واصل. الله ينصر طارق عفاش ويستر عليه من السماء، وأتمنى أن المملكة العربية السعودية تكون صادقة في كلامها أني عدو للإيراني صحيح إن شاء الله. أشكرك. أيوة. يا أبو طارق، تحية لك. ومتصل جديد. ألو ألو، مرحبا. ألو ألو ألو. أيوة أخي، من؟ ألو. أيوة معاك، أنت على الهواء. هلا. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. غيره شباب، غيره. الصوت الصوت فيه صدى. تفضل اخي، من؟ الو. للاسف انه البعض، بعض الميليشيات الحوثيه تحاول اشغال الخطوط، لكن مع ذلك ان شاء الله سننتصر مهما حاولتوا انه يعني تمنعوا صوت الناس انها توصل. الو مرحبا. الو
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي. تفضل أنت على الهواء. غيره يا شباب. ألو. ألو. ألو مرحبا. ألو. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله، تفضل أخي أنت على الهواء. نتمنى عرفنا عليك أولا، عرفنا عليك. أبو من؟ الحكومة بشكل عام. أبو من يا باشا؟ قرار شجاع وتلغي اتفاق الصدور. نعم. نتمنى أن يلغوا هذا الاتفاق. نعم. حتى تتحرك الجبهات من القيود. واصل. أشكرك. وصلت رسالتك، متصل جديد، ألو. غير يا شباب. إذا المشاهدين الكرام انتهى وقتنا لهذه الحلقة لهذا اليوم، وسنعرض عليكم أيضا مستجدات الجبهات التي فيديوهات حصرية أيضا وصلت من جبهات صعدة والجوف وصرواح ونهم. تحية لكل الأبطال، تحية لكل الشرفاء، نقبل كل تلك الأيادي ونقبل كل تلك الرؤوس، ونؤكد على أن انتصار أي جبهة ضد هذا الكهنوت وانتصار للشعب وانتصار للديمقراطية وانتصار للحرية وانتصار لكل الآلاف الأرامل والأمهات والأخوات، واستعادة مؤسسة الدولة واستعادة الأمن والأمان والاستقرار. كالعادة لمن فاته الحلقة بإمكان الإعادة الساعة 12:40 بعد منتصف الليل، وأيضا مستمرون معكم في استقبال اتصالاتكم وأيضا رسائلكم وملاحظاتكم والفيديوهات التي تبعث عبر الرقم الذي تشاهدونه على الشاشة الواتساب. بأيد أمينة دمتم، ودم الوطن بألف خير، وإلى اللقاء.
مساعدة تحديدا في النقعه